السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب الصف الرابع، ألتقي بكم مجددا في درس من دروس الرياضيات بعنوان المتتاليات العددية الجزء الثاني. عزيزي الطالب، في هذا الفيديو سنتعلم استعمال قاعدة لإنشاء وتوسيع نمط عددي وتحديد سماته التي لن تشير إليها القاعدة. عزيزي الطالب، في الفيديو السابق درسنا كيفية إكمال الأنماط باستخدام القاعدة وتحديد سماتها، والآن مع تدرب مستقل صفحة 333. قد حان دوركم أعزائي الطلاب لحل تمرينين 3 و4. أوقف الفيديو لحل التمرينين. الإجابة: في التمارين من 3 إلى 6 أكمل الأنماط وحدد سمت لكل منها. إجابة تمرين 3: قاعدة النمط هي اطرح 3. نبدأ بالعدد 21 بطرح 3 من 21 ينتج لدينا 18. ولكي نجد العدد التالي في النمط نطرح 3 من 18 ممتاز يساوي 15. ولكي نوجد العدد التالي في النمط نطرح 3 من العدد 15 أحسنتم ينتج 12. ولنوجد العدد التالي في النمط نطرح 3 من 12 أحسنتم ينتج 9. وبذلك نكون قد أكملنا النمط. ولنحدد سمة هذا النمط أعزائي الطلاب، ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، جميع الأعداد من مضاعفات العدد 3، 21 و18 و15 و12 و9 جميعها من مضاعفات العدد 3. والآن إجابة تمرين رقم 4 أضيف 7، أي أن القاعدة إضافة 7. نبدأ بالعدد 4، نضيف 7 للعدد 4 فينتج لدينا 11. ولكي نجد العدد التالي في النمط نضيف 7 إلى 11 أحسنتم ينتج لدينا 18. ولنوجد العدد التالي في النمط نضيف 7 ممتاز ينتج لدينا 25. ولنوجد العدد التالي في النمط نضيف 7 أحسنتم يساوي 32. وبهذا نكون أكملنا النمط. ولنحدد سمة هذا النمط أعزائي الطلاب، ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، جميع الأعداد فردية وزوجية بالتبادل، أي أن 4 عدد زوجي، و11 عدد فردي، و18 عدد زوجي، 25 عدد فردي، و32 عدد زوجي. أعزائي الطلاب، تأكدوا من إجاباتكم جيدا. ننتقل إلى تدرب مستقل صفحة 333. أعزائي الطلاب، قد حان دوركم لتحلوا التمارين 7 و8 و9. أوقف الفيديو لحل التمارين. الإجابة: في التمارين من 7 إلى 12 استعمل القاعدة لإكمال النمط. إجابة تمرين 7، القاعدة طرح 10. والآن سنكمل النمط باستخدام القاعدة. 90 طرح 10 ممتاز يساوي 80. والآن ما العدد التالي ل80 في النمط؟ ممتاز، سنستخدم القاعدة طرح 10 يساوي، إجابة صحيحة، يساوي 70. إجابة تمرين رقم 8، القاعدة إضافة 11. والآن سنكمل النمط، 16 إضافة 11 ممتاز 27. وما العدد التالي ل27 في النمط؟ سنستخدم القاعدة إضافة 11. إجابة صحيحة 38. إجابة تمرين رقم 9، القاعدة إضافة 5. والآن سنكمل النمط، 96 سنضيف 5 ممتاز
101 وسنضيف 5 مرة أخرى لنكمل النمط. ممتاز أعزائي الطلاب، 106. والآن أعزائي الطلاب تأكدوا من إجاباتكم جيدا. ننتقل إلى ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 334. أعزائي الطلاب قد حان دوركم لتحلوا التمرينين 17 و18. أوقف الفيديو لحل التمرينين. الإجابة تمرين 17. المصطلحات: عرف القاعدة، أنشئ نمطا عدديا باستعمال قاعدة طرح 7. الحل: تعرف القاعدة هي عبارة رياضية توضح العلاقة بين الأعداد أو الأشكال في أحد الأنماط. والآن سننشئ نمطا عدديا باستعمال قاعدة طرح 7، ولنبدأ ب 49. 49 طرح 7 ممتاز يساوي 42، وطرح 7 مرة أخرى إجابة صحيحة 35، وطرح 7 ممتاز يساوي 28. 28 إجابة سؤال 18. مهارات التفكير العليا تستعمل بعض الأنماط كلمة من الجمع والطرح في قواعدها. القاعدة هي إضافة 3 ثم طرح 2. أوجد الأعداد 3 التالية في النمط. كما تلاحظون أعزائي الطلاب أن النمط يبدأ ب1 ومن ثم نضيف 3 سيصبح ممتاز 4 كما تلاحظون، ثم نطرح 2 إجابة صحيحة، إضافة 3 5، طرح 2 3، إضافة 3 6، ثم طرح 2 4، إضافة 3 ممتاز 7. والآن ما العدد التالي في النمط؟ ممتاز سنقوم بطرح 2 يساوي 5 إجابة صحيحة. وما العدد الذي يلي في النمط؟ ممتاز هذه المرة سنضيف 3 إجابة صحيحة 8. وما العدد الأخير في النمط؟ جزاكم الله خيرا سنقوم بطرح 2 أي يساوي 6. أعزائي الطلاب تأكدوا من إجاباتكم جيدا. أعزائي الطلاب ننتقل إلى التقويم صفحة 334. أعزائي الطلاب حان دوركم لتحلوا التمرين 20. أوقف الفيديو لحل التمرين. الإجابة إجابة تمرين 20: عد محمود جميع حبات الفول في أحد العلب. إذا قام بعد حبات الفول في مجموعات مكونة من 7، فما القائمة التي تتضمن الأعداد التي قد يكون ذكرها محمود؟ القائمة إيه؟ 7 14 21 24. القائمة ب 7 14 28 54. القائمة سي 7 14 21 28. والقائمة دي 14 24 34 44. والآن أعزائي الطلاب سنبحث عن نمط تكون سمته أن أعداده من مضاعفات العدد 7، لأن عد محمود جميع حبات الفول في مجموعات مكونة من 7. ولكن أعزائي الطلاب أي نمط من سماته أن أعداده من مضاعفات 7؟ ممتاز أعزائي الطلاب إجابة صحيحة، إنه النمط 7 14 21 28، جميع أعداده من مضاعفات 7. أعزائي الطلاب تأكدوا من إجابتكم جيدا. تدرب في المنزل الواجب رقم 7 و8 صفحة 335. أعزائي الطلاب نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.